عاليه جدا توفر لهم وظايف في شركات مرتبات عاليه. هنبتدي اساسا بنعلمهم كل المجالات اسواق المال اللي موجوده في مصر، نعلمهم البورصات العالميه كلها، نعلمهم البورصه المصريه، نعلمهم التحليل الفني والمالي للبورصات. بالنسبه للكورسات دي بتبقى برضه تكلفتها عاليه جدا، يعني مثلا كورس البورصات العالميه ده بيبقى ثمن بيبتدي من $1,000، تمام؟ ده تكلفته بيبقى عاليه جدا على اي طالب. نفس الحكايه كورسات البورصه المصريه بيبقى ثمنها بيبتدي من 2000 جنيه، فده برضه يبقى تكلفته عاليه على الطلاب. انا كطالب مش هيبقى معايا امكانيه ان انا اخد مصروفي اروح ادفع كورس زي ده. عايز اتعلم عشان اقدر اوصل بعد كده لمصروف معين، لو معايا فلوس يمكن ادخلها في استثمار، فانا بعلمه ازاي يقدر ياخد الفلوس دي يدخلها في استثمار، وازاي يقدر يشتغل بيها وتوفر له كل ده. احنا شغالين من 2008، ازاي بنبتدي نعلم الناس؟ بقالنا 8 سنين بنعلمهم لحد دلوقتي ومستمرين في انها نوفرها. في مشاكل كتير بتواجهنا، في مثلا زي تصاريح من الجامعه، زي مثلا راس المال اللي احنا بندفع بيه، لان احنا بندفع من جيبنا لان شخص تطوعي، بندفع من جيبنا يعتبر الفلوس بتاعه القاعات والمؤتمرات والحاجات دي كلها، تمام؟ كمان احنا بنبقى محتاجين اساسا في وقت من الاوقات ان يبقى في معانا سبونسر. السبونسر بيبقى صعب دلوقتي في الوقت ده، لان في شركات كتير عندها مشكله وازمه ماليه في موضوع الفلوس. لكن احنا بنتارجت ان احنا يبقى عندنا كل سنه 1000 طالب نطلعهم عندهم امكانيات عاليه جدا يقدروا يشتغلوا بيها في الاخر. وده فعليا احنا عندنا ناس، وعندنا ناس عندهم كانوا في SMS عندهم شركات وشغالين موظفين، وفي ناس مديرين في شركات كتير جدا هم اللي ماسكينها دلوقتي. في سنه من السنين انا كنت قاعد مكانك، كنت دارج مكانك. دلوقتي انا موجود ممبر في SMS، فاي حاجه الناس شايفاها ان هي هتخدم المكان هي